من الاخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخوك في الله علاء عبد الوهاب الفتح اليمن محافظة صنعاء. أهلا وسهلا بأهل صنعاء. طبعا نحن نبغى نعرف كيف يفرحون أهل صنعاء بالعيد. ما شاء الله، أهل صنعاء يفرحون بالعيد كما يفرح كل الناس، يستقبلون العيد ما شاء الله بالأشياء وبالفرحة وبزيارة بعضهم البعض، وكذلك يعملون بعض الأكلات وبعض الأشياء استكمالا للعيد. طبعا نحن في الأيام الفاضلة بهذه المناسبة العظيمة نبغاك تقدم تهنئة للعيد والأمة الإسلامية. أهنئ نفسي وأهلي في صنعاء وأهل اليمن وكل الأمة الإسلامية بحلول هذا العيد المبارك وهذه الشعيرة العظيمة، وأقول لهم بارك الله لنا ولهم، ونسأل الله أن يجعلنا إياهم مباركين أينما كنا، وأن يدفع عنا وعنهم البلاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين اللهم آمين. السلام عليكم يا عم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟ سعيد أبو بكر أحمد الزبيدي. طيب يا عم سعيد، كيف أجواء العيد هنا في تريم؟ والله بالنسبة لتريم الأجواء طيبة، والناس في فرحة وفي سرور وفي تقابل وزيارات والحمد لله. طيب ايش حاب تهني الأمة الإسلامية بعيد العيد؟ أول شيء أهني والدتي الغالية والدي العزيز وجميع الأخوان، ونهني الأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر بقدوم عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله الله يعيد علينا بالجنة والبركة. السلام عليكم. What's your name? وعليكم السلام. My name is Sajjad. I'm from the UK. Oldham, a small town in Manchester. How will you celebrate Eid in UK? MashaAllah, Eid in the UK, MashaAllah, is just like everywhere else in the world. The Muslims will celebrate. The mothers will start making zikr in the night before and cook the beautiful food, amazing food, MashaAllah, and prepare the clothes for all the family. And in the morning we will wake up and we will do the ghusl and we'll prepare for the Eid Salah, wear the new clothes, and we will take the children with us to the masajid, pray the Salah, come back, mashallah. And it's a very joyful day, alhamdulillah, people are very happy. And normally the Shabab will be out the night before meeting each other and enjoying themselves. And alhamdulillah, the children will come to us after Eid Salah. They will want a hadiya of celebration. We will give them gifts. We will give them money, mashallah. Then we will visit our family. And then later on, we meet our friends later on. So we give our family some time. Oh. What would you say to your people, Muslims there in your UK? In the UK. MashaAllah, Eid Mubarak to everybody in the UK, and Eid Mubarak to all the Ummah, the Muslim Ummah, MashaAllah, and a special Eid Mubarak to the people of Yemen, MashaAllah, Tabarakallah. Thanks for you. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنى الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك، عاد الله علينا وعليهم بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير. أخوكم عوض. إننا العايدين من الفائزين، كل عام وأنتم بخير. من العايدين الفائزين، عيد الأضحى مبارك، تقبل الله منكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جابك الله فضيلة واحتفل فيك رسولا.